Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طيبا وآدم قال آدم به أنيل على المراتب قيل ونوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن لا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل وعيسى قال عيسى يبشر بي وهو بين يدي نبوتي كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته قلة الوقار وتوجده بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من تهاما بين يدي القيامة في ظهري علامة تظل الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الألف ميمي الفامنوني الحاجب سمه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع ثباك ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب
آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطب ذو الأحجار وحن إليه الجذع حنين عزيز ناجب يداه تظهر بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على التوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وهو فصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني أن طائب يسار أن كعب الأحبار قال ألمني بالطارة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخل صندوق فلما مات أبي فتحته فإذا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخل الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وثلث يطول بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا لهم كعملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم مراي سماني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من